بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. أولا أشكر لكم إتاحة هذه السانحة، وأحيي الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات العزيزات أيضا. وإن شاء الحق عز وجل سنتكلم كلاما خفيفا، عسى الحق عز وجل أن ينفع به، ويأتي الكلام على قدرنا لا على قدر الموضوع الذي نريد أن نتحدث فيه. ولا بد لنا، ونحن أريد أن أتحدث عن اسمه تعالى الرحيم، لا بد لنا ونحن نتحدث عن أسماء المولى سبحانه وتعالى أن نيقن يقانا تاما أن كل هذا الكون إنما هو مظهر من مظاهر تجلي الأسماء والصفات، وأن هذه الأسماء التعرفية هي التي جعلت النسبة بيننا وبين الحق عز وجل. فاسم المولى سبحانه وتعالى الرحيم يعتبر من أجل الأسماء وأكثرها تمظهرا، لأنه إذا تكلمنا عن الإفاضات الخاصة أو الإفاضات العامة، فالرحيم أولا هو قالوا هو المنعم بدقائق النعم. هذا تعريف من تعريفات لوحظ فيه ملحظ، وبملحظ آخر سأبينه أيضا، قالوا هو أيضا المنعم بجلائلها. فإذا شهدنا الملحظ الأول أن الأمور المتاحة هي أمور خاصة، دقائق النعم كالعطف على أهل الإيمان، إمداد أهل الإيمان، انتخابهم لدائرة قربه وحضرة مشاهداته، تيسير الأمور المتعلقة بهم بصورة مستمرة، أنهم في كنفه، إذا لاحظنا هذا المشهد نقول هو المنعم بدقائقها، لأن جلائل النعم يستوي فيها المسلم والكافر، وكل عطاءات الكون من الحضرة الرحمانية يعني بهذا الفهم. لكن إذا تكلمنا عن النوع، هذا عن الكم، الكم إذا عن الكم ما يخرج من الحضرة الرحمانية هو كل هذه الأشياء. لكن إذا التراتبية صارت بالنوعية، فإن اللطائف المفاضة على الخواص الأولياء هي الأجدر بالتوسعة والتكريم والملحظ. يمكن أشار إلى هذه المسألة العلامة البيضاوي، يعني لم تخني الذاكرة، في بداية تفسيره في عند تفسير سورة الفاتحة. يعني يبقى نتفق أولا أن الرحيم هو باعتبار هو المنعم بدقائق النعم، أي بالأمور الخاصة. لذلك عند أهل الله الحضرة الرحيمية هي حضرة المسامرات والإمدادات اللطيفة والتجليات الخاصة. نحن نتكلم عن أسماء الحق عز وجل لا نضيف كمالا لله تعالى، لأنه هو الذي لا تغيره الحوادث، وإنما فقط إيماننا نتغنى بأمجاد الإلوهية، وهذا فيه إفاضات نازلة علينا وإقرار بعبوديتنا للحق عز وجل وتلذذ بأسمائه وصفاته. ولكن هذه الأسماء أيضا لها تأثير قلنا في حياتنا اليومية، ونحن نريد أن نتخلق بأخلاق الله كما جاء في الأثر، يعني أقول الأثر تخلقوا بأخلاق الله. فهذا التخلق له كيفية، لا بد أن نركز فيها. أولا الأسماء حينما نذكرها هي للتعلق ابتداء، وللتخلق وللتحقق. التعلق في مرحلة الارتباط بالاسم وعشق الاسم نفسه، ويمكن ندرس فيها اسم الله الأعظم، يعني عند بعضهم هنالك من قال عينه باسم محدد، لكن هنالك من أجمل الفكرة كما يقول سيدي الشيخ الإمام، جدنا الشيخ الإمام. وبعد ذلك وجدت لهذه المسألة أيضا أصول عند الرازي وعند غيره،
قال الاسم الأعظم هو الذي تقوم أنت بواجب الأدب معه وبتعظيمه وبذكره الذكر التام. فإذا قمت بهذه المسألة بصورة دقيقة، كلما علوت في الأدب مع الاسم والاعتلاق به ودرجة العشق لهذا الاسم زادت، أنت تكون قد عظمت هذا الاسم، فأنت تجاب به. يعني ممكن ده ملمح من الملامح التي ينبغي أن يتنبه لها الناس الأولياء حينما يقول لك مثلا اجلس واذكر بالاسم المفرد الله الله الله. هذه المرحلة الأولى من الترداد تجعلك متعلقا بهذا الاسم ويكون له صدى، وبكثرة التدقيق ينتقل الاسم من مجرد اللفظ العادي ومشاهدة الأدلة العقلية على متعلقات هذا الاسم إلى أن تكون لك درجة من درجات الاستلذاذ بهذا الاسم. فتنتقل هذه المسألة من تصورات خارجة على الشخص إما في ذهني أو في المحيط الخارجي عبر مشاهدة التجليات خارجيا إلى إحساس باطني. والإنسان لا ينتقل إلى درجات الإحسان واليقين الذوقي إلا بعد أن تنتقل منه هذه الأذكار من ملفوظات إلى أمور محسوسة في باطن الشخص، والإحساس هنا إحساس وجداني. فالمرحلة الأولى مرحلة التعلق، والإنسان يلاحظ فيها فقط المعاني، يعني الاسم الرحيم معناه في اللغة شنو ومستمد من أين، والمنجزات الرحيم عندنا في الخارج ما هي. بكثرة العشق والتعلاق يصير هذا الاسم عظيما، وله آثار يعني مادية حقيقية. ممكن العلوم الحديثة أثبتت هذا الأمر، أن الإنسان إذا ردد مسائل محددة ترداد تشكل الكيمياء الذي يكونه. فإذا انتقلت المسألة إلى مسألة قلبية هنا يكون حصل حب، ودائما عن طريق الحب يحصل التخلق، والتخلق المتولد عن طريق الحب هو ييسر مسألة هذا التخلق. فقالوا كل الأسماء يمكن أن يتخلق بها الشخص، بعضهم استثنى الاسم المفرد أنه لا سبيل إلى التخلق بدرجة الآلهية في رتبها. بعض أهل الحال قال التخلق بها لا يكون على طريقة يعني نوال درجة من درجات الألوهية، وإنما نوال درجة من درجات العبودية، أنك يعني حينما تشهد الاسم المفرد بصورة دقيقة، لذلك كثيرين يعني رقوا به الناس واعتبروه الاسم الأعظم. فالتخلق يأتي بعض الارتباط، لكن مثلا في الرحيم يمكن أن نتكلم عن الرحمة التي تكلم عنها العارفون بالله بالإنسان وبالأشجار وبالجمادات، وبالتالي بالمسلم وبغير المسلم. ولسيد أحمد الرفاعي في حال أهل الاختصاص كلام عميق وكبير جدا، ولسيد عبد الوهاب الشعراني كلام كثير في هذا المجال، أنه لن يبلغ الشخص درجة العارف بالله إلا إذا ما صار رحيما حتى بالجمادات وبالحيوانات، ومن باب أحرى بغير المسلم، وفي الدرجة العالية بالمسلم. هذه التمظهرات تغير حياتنا السياسية الاقتصادية الاجتماعية، تيسر لنا الدخول على حضرة المولى سبحانه وتعالى. هذا من تمظهرات اسمه الرحيم. أما التحقق فإنك في الحالة الغلبية تتردد، يعني قد المؤمن بين أصبعي من أصابع الرحمن. أما في حالة التحقق فينتقل الحب من درجة القلب الذي فيه صفحتان إلى درجة الروح الذي يلزم العشق بصورة مستمرة، وبالتالي يكون هذا التحقق يعني أن تصير الصفة والاسم سجية للشخص لا يتكلفه. في درجة التخلق أنت تجبر نفسك على ذلك، وربما تنسى تسدد وتقارب، لكن في درجة التحقق تصير هذه المسألة سجية
للعابد للحق عز وجل، وبالتالي رحمته للكون تأتي بممارساته وبتجليات أحواله. إذا وجد في محل نزلت فيه الرحمة مباشرة. وبعد في هذا الأمر كثير من التدقيق، فقط قطفنا هذا القطف السريع في هذه العجالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلب أحمد زكي النسبي، من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلب أحمد زكي النسبي، من وصفه في الكتب. بمدح طه العربي، بمدح طه العربي تحلو صنوف الطربي، تحلو صنوف الطرب. فالهج به يا مطربي دوما تفوز بالأربي، دوما تفوز بالأربي. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطربي أحمد زكي النسبي، من وصفه في الكتب. صلوا على من وصفه في الكتب. بما أتاكم فاعملوا وعن طريقه سلوا، بما أتاكم فاعملوا وعن طريقه سلوا، وعن سواه فاعدلوا فإنه خير نبي، وعن سواه فاعدلوا فإنه خير نبي. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي أحمد زكي النسبي، من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي أحمد زكي النسبي، من وصفه في الكتب. هو النبي المصطفى ربي له قد شرفا، هو النبي المصطفى ربي له قد شرفا، يزوره أهل الوفا شوقا إلى هذا النبي، يزوره أهل الوفا شوقا إلى هذا النبي. صلوا على هذا